أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد. حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام ربنا وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نتكلم أيها المباركون في هذه الجمعة لعشر باقين من شهر شوال لسنة 38,400 من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام، على كلمة عظيمة هي أفضل الذكر، وبها تغفر الذنوب، وبها نزلت الكتب وأرسلت الرسل وجعل سوق الجنة والنار، ومن أجلها شرع الجهاد في سبيل الله، وهي كلمة قاصمة لكل مشكلة، وهي كلمة ناجزة لكل بلية، وهي كلمة يشفى بها السقيم بإذن الواحد الديان الكريم، وهي كلمة تستجلب بها الأرزاق، وهي كلمة لو وضعت السماوات في كفة والأراضين في كفة لمالت بهن، وهي كلمة لو أن السماوات السبع والأراضين السبع حلقة مصمتة في فلاة لقصمتهن لا إله إلا الله. هذه الكلمة أيها الفضلاء، هذه الكلمة التي ينبغي لنا أن نعظمها قولاً وفعلاً واعتقاداً وعملاً. فأعيروني القلوب والأفهام، وأعيروني الألباب لكي نسافر إلى هناك،
وما أدراك ما هناك. طيبة طابة أرض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومهاجره والصحابة بأبيه وأمه. عجز القصيد وهده الإعياء لما أراد مدحك الشعراء، فالوجه بدر والسمات مليحة والنظم در والشفاه شفاء، وله الحوض العظيم وكوثر، وهو الشفيع إذا انتهى الشفعاء. ويوم فتح مكة لما نال رقابهم قال اذهبوا إذ أنتم الطلقاء. هذا هو وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. هذا هو أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يحصي فضائل أحمد وإن داوم المثني عليه وكررا. إذا الله أثنى عليه بذاته كفاه بذا فخرا من الله أكبرا. وفي سورة الأحزاب صلى ربنا عليه بنفسه، فما مقدار ما تمدح الورى، يطيب لذي القلب المنور ذكره كما طاب برد الماء للكبد الحرى. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في سورة الحشر الآية 22، إذا تكلم الله عز وجل عن نفسه لابد أن ينقرع قلبك، ولابد أن ينصدع لبك، ولابد أن يقشعر شعرك، ولابد أن تقف كل لحماتك وكل نسمة فيك أيها المبارك. قال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وبعدها: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الآية 56 في سورة الزاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا من ضاقت عليك الأرزاق وحملت هم غد عليك بلا إله إلا الله، عليك بتحقيق التوحيد. الآية 25 سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أي فوحدوه تبارك وتعالى، والله جعلها شهادة لنفسه وللملائكة المسبحة بقدسه ولأولي العلم من خلقه. قال في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث فيه ما قال ننثره وننشره استئناسا، قالوا: صف لنا ربك. قال فنزلت: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يوسف استس
ذلك القس البروتستانتي. ما هي رسالتك في هذه الحياة أخي الحبيب؟ أن تأكل وتشرب وتنام، وأن تغش وأن تطفف في الميزان، وأن تخدع المشتري عندك وأن تضحك عليه. انظر انظر كيف تكون الرسالة، كيف يكون هم هم لا إله إلا الله. ارجعوا واكتبوا قصة إسلام يوسف إستس في اليوتيوب. يوسف إستس قبل 20 سنة وهو يسكن في ولاية تكساس في أمريكا، قال له والده: يا يوسف، سيأتينا رجل مسلم لكي نقيم معه بزنس، ديل اوف بزنس، هنسوي معاه مشاريع وأعمال. قال: مسلم؟ قال: أيوه. يوسف إستس بروتستانتي متعصب، بروتست أو بروتست تعني الثائر عند النصارى، وهي من أشد المذاهب النصرانية الفاسدة. قال: لا أقابله. قال: ليه يا يوسف، احنا ده بزنس، خلي دينك على جنب. مع أن والده أيضا قسيس، وزوجة يوسف إستس راهبة، وأم يوسف إستس راهبة، العيلة كلها عائلة صليبية محضة تكره الإسلام والمسلمين. قال: لا، طيب، إذا كان الأمر كذلك أنا لن أحضر إلا يوم الأحد، أنتهي من القداس في الكنيسة ثم أحضر وهو بكامل زيه النصراني والصليب على صدره والصليب في يده. كان يحمل صليب 19 قدم. تعرفون القدم كم؟ 40 سنتي أو 90 سنتي، الذراع 40 سنتي، يعني قرابة 18 متر يشيل صليب، أطول منه، ليغيظ هذا المسلم رجل عامي لكن يعرف معنى كلمة لا إله إلا الله. طالب في الثانوية، قالوا له تكلم على برشلونة، قعد نصف ساعة يتكلم حتى أوقفه المدرس، قال له: شكرا شكرا خلاص. يلا الطالب الثاني تكلم عن ميسي وبيسي وتيسي والأسماني تنقض الوضوء، يقوم يتكلم: أطفالنا أبناؤنا أليس كذلك؟ شبابنا أليس هم كذلك؟ قال: طيب ممكن تتكلم عن الله؟ قال: فوالله ما استطاع أن يكمل دقيقة ليتكلم عن الله عز وجل. ما تعرف الله؟ ما تعرف تتكلم عن الله تبارك وتعالى الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ ما تعرف تتكلم عن الله عز وجل؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم؟ ما تعرف تتكلم عن الله تبارك وتعالى؟ يوم تأتي السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. أما تحسن تتكلم عن الله؟ وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ما تعرف تتكلم عن الله تبارك وتعالى وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد ربا واحدا أدين أم ألف رب إذا تقسمت الأمور عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور. فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور. بهذه الكلمات الخالدات السامقات كان زيد بن عمرو بن نفيل يعبر عن الله عز وجل وهو من الحنفاء الأربعة في الجاهلية. فأتى يوسف إستس ممسكا صليبا في يد وممسكا إنجيلا محرفا في أخرى وهو بكامل زيه القداسي الباطل. قال: فلقيت رجل أول ما بدرني بالابتسامة قال:
وجلسنا على العشاء أريد أن أعمل له كونفيرشن، أبغى أحوله إلى النصرانية. فأخرجت وأتيت معي بقس صاحبي كاثوليكي، فأخرج القس الكاثوليكي نسخة من الإنجيل، وأخرج أبي نسخة من إنجيل الملك جيمس، وأخرجت نسخة ثالثة من الإنجيل. قال: فما كان واحد من هذه النسخ متفقا، كل إنجيل مستقل بذاته. قال: فقلت له: كم عندكم من قرآن؟ قال: عندنا قرآن واحد فقط لا غير، قرآن واحد فقط لا غير. تروح اندونيسيا، تروح أدغال موزمبيق وزيمبابوي، تنزل الحبشة، تطلع ميلانو إيطاليا، تروح هلسنكي فنلندا، أي مكان إذا قيل لك طلع القرآن هو قرآن إيش؟ واحد، 114 سورة. قال: عجبت، الإنجيل اللي عندي 27 سورة، اللي عند أبوي في الملك جيمس 35 سورة، 8 سور راحت فين؟ لوزس، أين ذهبت ما ندري. قال: فكنت في قمة الإحراج. قال: ورأيت منه أخلاقا عظيمة. قلت له: احنا عندنا الآب الابن الروح القدس، القدس الترينيتي، الأقانيم الثلاثة، وانتوا وش عندكم؟ ربك هذا وش هو؟ قال: فقرأ علي: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عليه الصلاة والسلام عند مسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. علموها أولادكم يا إخواني، علموها أولادكم صفة الرحمن تبارك وتعالى، وصلت لهذه القيمة العظيمة لأنها صفة الرب عز وجل. قل هو الله أحد، الله الصمد، السيد الذي انتهى سؤدده، لم يلد ولم يولد، لا له أب ولا ابن. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ما في، هو رب واحد تبارك وتعالى. فقال، مكث معنا ثلاثة أشهر هذا المهندس، هذا التاجر المصري، ثلاثة أشهر مكث معهم أيها المباركون. قال: فرأيت منه الأمانة في البيع والشراء. أنت أيها التاجر تستطيع أن تكون داعية، تستطيع أن تكون داعي للتوحيد للا إله إلا الله بأمانتك، بأمانتك يا أخي المبارك. قال الرجل للنبي عند البخاري: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني أبيع وأشتري وأختل أخدع. قال: قل لا خلابة، فما بالك أخي الحبيب الذي تأكل من السحت، تبيع وتشتري للناس وتغشهم، ويل للمطففين. قال عليه الصلاة والسلام في كتاب التجارات عند ابن ماجه: قال: يا معشر التجار، أنتم الفجار إلا من بر وصدق. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحة: التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البارارة. هذا معنى لا إله إلا الله، أن تكون قولا واعتقادا وخلقا وعملا. قال: فعجبتني أماناته في البيع والشراء. قال: وعجبني منه حرصه على الصلاة. قال: نكون في بزنس ميتنج، نكون في اجتماع عمل، ويحين وقت الصلاة فيستأذن ويذهب، فنقول: يا أخي اقعد، عندنا بزنس، عندنا عمل، عندنا صفقات، عندنا ملايين، عندنا شغل. قال: كلا، إنه وقت ربي، the time for الله، هذا وقت الله عز وجل، ما هو وقتك أنت ولا وقت البزنس. قال: فتعجبت. ثم زادني عجب أنه يسجد بأعلى شيء في رأسه لأخفض نقطة في التراب، يمرغها بين يدي الله تبارك وتعالى، يمرغ هذه الجبهة لله. قال: فقلت: هذا دين عظيم الذي يجعل هذا الرجل بأمواله بتجارته يمرغ جبهته بين يدي ربه تبارك وتعالى. قال: ويوما استيقظت ليلا فذهبت إلى غرفته دون أن يشعر فوجدته يصلي. قال: أعلم، يوسف إستس يقول: أعلم الصلاة عند المسلمين خمس. قال: فلما سألته قال لي حاجة اسمها قيام الليل. يا أهل التوحيد،
يا من تريدون أن تعظموا لا إله إلا الله، رمضان باقي في قلوبنا، رمضان باقي في جوارحنا، رمضان باقي في أعمالنا، لأن رمضان يعني لعلكم تتقون، يعني لا إله إلا الله بكل معانيها. قيام الليل ما زال باقيا، لم يذهب مع رمضان أيها الفضلاء. يقول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عما في أيدي الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: قيام الليل مطردة للداء. يا من تقوم الليل على الواتس والتليجرام واليوتيوب وسناب شات وكل ما هو آت آت، قم وصف قدميك ركعتين بين يدي ربك عز وجل، وانظر كيف تتغير حياتك، وكيف يتغير حالك، وكيف تتغير أمورك، وكيف تعيش معنى لذة التوحيد. كان النبي لما يقوم الليل يدعو بدعاء الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. علموا أنفسكم وأعلم نفسي قيام الليل. وانظر كيف قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد، ما بال أهل الليل أبيض الناس وجوها؟ قال: خلوا بنور الله فأفاض عليهم من نوره. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. الله زكاهم ميزهم أهل توحيد أيها المباركون، ثم جعل لهم أجرا عظيما. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال أهل التفسير: لما اختفوا عن أعين الناس أخفى الله جزاءهم تبارك وتعالى. لا إله إلا الله لها شروط سبعة: العلم المنافي للجهل، الانقياد والقبول، العلم والانقياد والصدق والقبول، العلم المنافي للجهل، والانقياد المنافي للترك، والصدق المنافي للكذب، والقبول المنافي للرد. العلم والإخلاص والانقياد والقبول والصدق والمحبة، فادر ما أقوله، وأن تكون تحب هذه الكلمة لا تعدو سواها أيها المبارك الكريم. بهذا يأتي التوحيد. قال: ثامنة والكفر بالطاغوت. فلا يدعى حجر ولا صنم ولا ولي ولا صاحب قبة ولا صاحب ضريح. أجورها العظيمة في حياتنا اليومية، هذا ما يكون اختصارا بإذن الله عز وجل في الجزء الثامن من الخطبة. ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه ورضا بقدره وقضائه، والصلاة والسلام والأتمان أبدا على الهاشمي القرشي أحمد، خير من ركب الخوادي وأبر من دعا في النوادي، وفاق ليوث العوادي، وعلى آله وزوجه وصحبه مع محبه والتابعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الشروط السبعة: العلم والانقياد واليقين والقبول، فادر ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه، والثامنة الكفر بالطاغوت. عاش هذا الرجل 3 أشهر مع يوسف استس، فرأى من ابتسامته وحرصه على الصلاة وقيام الليل وأمانته في البيع والشراء وحفظه لبصره من النظر إلى الحرام، فما كان منه بعد 3 أشهر إلا أن أسلم هو وزوجته، والقس الثاني وزوجته، وأسلم أبوه وأمه، 6 أسلموا في 3 أشهر. وربما يكون الخادم في بيت أحدنا وليس مسلما، والخادمة كذلك، والسائق كذلك، والمحاسب والعامل،
فلا يهديه كتاب. والنبي يقول لعلي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لا إله إلا الله فضائلها أيها الباركون اختصارا، وإلا فالوقت يطول إذا ذكرنا كل فضائل لا إله إلا الله. أولا هي أفضل الذكر، روى أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ثانيا هي وصية الله للأنبياء في الصحيح، قال موسى: يا رب علمني دعاء أدعوك بها أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أربع كلمات، نفي وإثبات، لا معبود بحق إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو وضعت السماوات السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. ثالثا هي مغفرة الذنوب إذا حققت بألفاظها ومعانيها وأعمالها. عند البخاري من حديث أبي ذر قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله ومات عليها دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق. أبو ذر ما هو متخيل المسألة، فأعاد ثانية قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق يا أبا ذر. ما زال أبو ذر ما هو متخيل الكلمة هذه، فقط بتطبيقها عمليا ونظريا واعتقادا، لأنها صعبة. تجد الإنسان يصلي ويصوم ويزكي ويدعو عيدروسا ويدعو فلانا ويدعو أبو المرسى أبو العباس ويدعو فلان ويذهب عند الأضرحة ويدعو برعيا، هي صعبة مع جزالتها. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. لا إله إلا الله من قالها كان مستحقا بإذن الله لشفاعة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا ذر ظننت، قال: يا أبا هريرة لقد ظننت، يعني أيقنت أنه لن يسألني عن هذا غيرك لحرصك على الحديث. قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رابعا لا إله إلا الله بشارة النبي صلى الله عليه وسلم للناس جميعا في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره، قال: بشر من وراء هذا الباب قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه بالجنة. خامسا حق الله على العبيد كما في حديث معاذ لما أردفه النبي على عفير عليه الصلاة والسلام فقال: تدري ما حق الله على العبيد وحق العبيد على الله؟ ثلاثا ومعاذ يقول: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه أن يوحدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله أن يدخل الجنة من وحده لم يشرك به شيئا. خامسا هي مطيشة في يوم العرض الأكبر لسجلات الذنوب كما عند الحاكم وغيره والترمذي، أن رجلا جاء له بسجلات من الذنوب والخطايا مد البصر، زنا كذب تدليس إلى آخره، لكن عنده التوحيد. فقال الله عز وجل: يا ملائكة تقول له أن يحضر وزنه، تعال احضر ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فحضر الرجل وعنده سجلات مد البصر، قال الله له: وظن الرجل أنه هالك، قال: لكن عندك لنا عندنا بطاقة. قال: يا رب والبطاقة هذه وش تفعل في كل هذا؟ بطاقة صغيرة هذه وش تسوي؟ قال: إنك لا تظلم اليوم. فإذا بالبطاقة تسحب من بين السجلات وتوضع في الكفة الثانية فتطيش بهن لا إله إلا الله، لأن مكتوب فيها، فتطيش بهن هذه البطاقة بالسجلات لأن مكتوب فيها لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يا إخواني تغفر الذنوب إن كانت مثل زبد البحر، وما زلت أكرر لمن يقولها ويعمل بها ليس يقولها ثم يدعو غير الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف وإن كانت مثل زبد البحر. لا إله إلا الله دعاء السوق. أيها الفضلاء الكرام، حسنه الألباني: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وفي رواية: يحيي ويميت بيده الخير وعلى كل شيء قدير. كتبت له ألف ألف حسنة، مليون حسنة، ومحيت عنه ألف ألف سيئة، ورفعت له ألف ألف درجة. لا إله إلا الله من قال في اليوم 100 مرة كمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. لا إله إلا الله من قالها بعد العشاء، بعد الفجر وبعد المغرب 10 مرات كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. خذ هذا الحديث أيضا، وحسنه العلامة الألباني رحمة الله على الجميع في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: من قال بعد صلاة الغداة والمغرب قبل أن يثني رجليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي رواية السبائي: وأبي ذر يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتبت له بكل واحدة 10 حسنات، ومحيت عنه 10 سيئات، ورفعت له 10 درجات، وكانت له حرزا من الذنب إلا الشرك، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا من عمل مثله أو زاد عليه. وأختم لمن يعانون مشاكل مالية ويحملون هم الغد، قال عليه الصلاة والسلام: نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بمعصيته. أين اليقين؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خذ هذا الحديث، رواه أيها الفضلاء أحمد في المسند والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وصية نوح، ترى هذه وصية نوح لابنه، لما حضرت نوح الوفاة قال لابنه: يا بني أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أوصيك بلا إله إلا الله، فلو أن السماوات 7 والأرضين 7 في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات 7 والأرضين 7 حلقة مصمتة في فلات لقصمتهن لا إله إلا الله، وأوصيك بسبحان الله وبحمده فهي صلاة كل شيء، قال الله عز وجل: وإن من شيء ليسبح بحمده، وبها يرزق الخلق، وبها يرزق الخلق، وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الكبر والشرك. قال أحدهم: يا رسول الله، إن الواحد منا يحب أن يكون نعله حسنة وثوبه حسنا ودابته حسنة. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على ذكره وضاق به وقتنا، وإلا ففضائلها كثيرة فترجع إليها في مظانها. ألا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه والسلام. فقال في محكم التنزيل في أي الذكر الحكيم، مبتدئا بنفسي مثنيا بالملكة المسبحة بقدسه، مؤيها بكم أيها المؤمنون من خلقي قائلا حكيما عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الأخيار الأطهار الأبرار: الصديق أبي بكر صاحب الغار، والفاروق عمر المغوار، وذي النورين عثمان، أبي الزوج الكوكبتين الأبكار، وأبي السبطين علي الكرار، وعن تمام العشرة المبشرين بالجنة والصحابة وأمهات من الكرام والتابعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم المال. ربنا آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها أنت. ولا زلت أقول يا إخوان: لا ترفع الأيدي، لا ترفع الأيدي في دعاء يوم الجمعة إلا إذا استسقى الإمام أو استصحى، يعني إلا إذا استغاث لنزول المطر أو استغاث ليبعد الله المطر، كما في حديث أنس عند الإمام مسلم. أما في دون ذلك لا ترفع الأيدي حفظكم الله، كما جاء ذلك عند الإمام مسلم في صحيحه. والإمام فقط يرفع السبابة عند الدعاء فقط، أما المأمومون فلا يرفعون إلا في هذين الموضعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وأنت أعلم به منا. ربنا آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها
اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم اجمع بهم كلمة الإسلام، وأعز بهم المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في الشيشان وفي العراق وفي فلسطين وفي الشام وفي اليمن وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم احفظ جنودنا بحفظك، وادفع عنهم الأذى والبلاء بركنك، سدد سهامهم وآراءهم ورميهم يا رب العالمين. اللهم وفق الشرطة والهيئات، اللهم وفق الشرطة والهيئات، اللهم وفق الشرطة والهيئات، واجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت الذنوب وسترت العيوب وتوليت الآجال. اللهم اجعلنا أحب عبادك إليك وأقربهم زلفى لديك. اللهم اصلح أولادنا يا رب العالمين، اللهم اصلح أولادنا يا رب العالمين، اللهم اصلحهم وربهم لنا، اللهم اصلح نساءنا وذرارينا، اللهم اصلح أهلنا يا رب العالمين، اللهم اصلح المسلمين والمسلمات، اللهم اصلح الشباب والشابات، اللهم اصلحنا جميعا. اللهم اجعلنا من أحب العباد وأقربهم لك الزلفى يوم التناد والمعاد يا فاطر الأرض والسماء يا رب العباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم أباءنا، اللهم من كان حيا أطل عمره على الطاعة، من كان ميتا فاجعل مثواه جناتك جنات النعيم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تم الكلام، ربنا المحمود له المكارم والعلى والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما لاح قمري وأورق عود.